السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا اليوم راح اعرفكم على مادة زين مثل الصمغ. صراحة هذه المادة من فشر اشتريتها، ما ادري صراحة في حدود ممكن 20 30 ممكن حتى 40 درهم اماراتي. طبعا يقال او مكتوب من مميزات هذه المادة انها راح تعمل على اعادة ترميم هذه المناطق زين المتكسرة او المتفتتة زين. يعني طبعا عندي مثل هذه الطاولة، حاولت اني استعمل صراحة برغي كبير، بس المشكلة طاولة سواء كنت تقريبا في حدود 18 او اقل، بالتالي ممكن البرغي راح يبرز، وايضا ما مسك صراحة، ما مسك معاي زين. الحين بالتالي راح نحاول او احاول استخدام هذه المادة فيل اند فيكس فيشر زين. مثل ما تلاحظون مكتوب تستخدم في طابوق زين، ايضا طابوق مفتوح، طابوق مسكر، جبسون بورد، الخشب زين، حمامات، و تلاحظون يعني حتى في الاماكن المتكسرة زين مثل هذه. يعني طريقة الاستخدام زين، هذه عبارة عن علبة فيها هذا الخليط او مادة الغرة هذه المعجون، وبعدين فيها اثنين انبوب، وايضا نوع اخر من الانابيب زين، وبعدين فيها مثل الفشر خاص تستخدمه زين للطابوق زين في الاماكن هذه. اما في الخشب ما راح تستخدمه، راح تحطه وفقط تنتظر مثل ما مكتوب هني، تركب الانبوب زين، وبعدين تضغط زين، تعبي الحشوة بالمادة او المكان بالمادة، تنتظر دقيقتين، وبعدين ممكن تركب برغيك زين، او انك تعبيها بهالشكل، وبعدين تحفه بالموس، وبعدين تركب البرغي. يعني مدة الانتظار زين ممكن تاخذ ساعة نص ساعة، ايضا في الحمامات هذه. راح اجربها ونشوف الوضع كيف زين. طبعا عندنا هني فقط راح ننظف هذا المكان شوية، نعيد الحشوة، نشوف لنا اي زين قطع التنظيف. طبعا راح تحصل قفازات، هذه قفازات، ايضا انبوبين، هذا طبعا اذا راح تركبه في الجدار، وهذه الانابيب. ممكن المادة راح تيجي بس زين، وبالتالي تحتاج الى انك تستخدم انبوب اخر، لذلك وضعوا لك اثنين انابيب، يعني ممكن تحتاج تستخدمها مرة واحدة لان المادة راح تيجي بس هنا في الداخل زين، وما راح تستخدم هذا الانبوب، بالتالي ممكن تبدلها. يعني لازما عند استخدامك لهذه المادة تتأكد انك ايضا فيها هذا الغطاء، تقريبا هذا الغطاء زين، شوف كيف يفتح. صراحة ما جربتها، هذا فتح زين، بعدين راح تركب هذا الراس هني اوكي في هذه المنطقة، وتضغطه تخلي المادة تطلع
شوية وبعدين تركبه، تركب هذا خلاص. الحين راح نصفي هني. أنا راح نحط المادة في الداخل. زين، راح نحط المادة في الداخل والخليط. صفيها من أي شوائب. زين، بعدين تركب الراس هذا، تركبه وتسكر هني، بعدين تضغطه. لاحظونا هذا، تضغطه شوية، طلع المادة هذه، طلعت. زين، بعدين تركب تقدر تضغطها إذا تبغي تركب هذه ركبها، ما تبغيها ركب. صب المادة هني. زين، حاول تفرشها. بعدين زين، زيد. اوكي، راح نفر في المادة. بعدها راح اتركها صراحة ممكن ساعة ونشوف الوضع كيف. طبعا الحين هذه خلاص، راح اشوف طريقة صراحة انظفها، لاني ما فيني، ما استعملت كمية يعني كثيرة اساس اني ارميها. راح احاول نغسلها. زين، نسكر العلبة هذه، او مو بالعلبة، نسكر الابرة هذه، ابرة الخليط. مشكلة، أصور. زين، وهذا راح أغسله ما شاء الله. والله ما شاء الله، يعني خلال دقيقتين ممكن جمدت. حتى هذه شوفوا خلاص، وحار، هذا حار. زين، لحظة، يعني خلال دقيقتين بس، مثل ما هو مذكور في 3 minutes، فقط تنتظر 3 دقائق وبعدين ما يحتاج ساعة، 3 دقائق وبعدين شوف. زين، 3 دقائق بعدين، 3 دقائق بعدين راح احفها. هذا حار. زين، مادة ما شاء الله حارة. زين، خلاص
ما تقدر تستخدم هذه الإبرة، انتهى موضوعها. زين، مع السلامة مثل ما يقولون. راح اشوف لي بعدين ان شاء الله طريقة لتنظيف المجرى هذه، وايضا تنظيف او محاولة اعادة استخدام هذا الابرة، لانه حرام صراحة الواحد ما استخدم. طالعه كان الافضل اني احطها مباشرة، لكن للاسف ما فيه. ايضا مثل ما قلت تجي مع هذولا الاربعه فيشرات، اظن اعتقد يعني قياس 10 درل، قياس 10. زين، اوكي، زين، وتحفر بعمق 50 والبرق يكون 45، يعني تحفر عمق 50 هذه تحطها داخل. زين، كل الموضوع يقول لك من 2 إلى 5 دقائق تنتظر على المادة. ما شاء الله تبارك الله. زين، بعدين طبعا شوف لك موس، انا عندي موس هنا، شوف لك موس شوف لك موس تقص فيه زيادة. هذه قصيته. زين، هذا حديد. زين، وهذه ايضا ما حد يقصها. طبعا لا تحاول، يعني حاول انك تلف. زين، وتقطع اماكن شوي شوي على اساس انه ما تسحب المادة من الداخل، ممكن تنسحب وممكن ما تسحب، انا ما جربت. هذه طبعا الحفرة الكبيرة. زين، طبعا هذه المادة ما شاء الله حجر حصل. زين، الحين راح نركب القاعدة هذه مع البراقي الصغيرة. راح آخذ طول قياس البرقي هذا الأصلي. زين، راح أجيب مثله. طبعا بدلت في البرقي هذا صراحة ما حصلت، فقط وجدت برقي ثاني وراح أركبهم يعني إن شاء الله. بس أهم شيء إن تضبط، زين، أو يضبط مكان البرغي عشان الميزانية تكون جيدة ما بين هذه القواعد. هركب البرغي أول.
زين، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشره مع أحبائكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. Yeah.